كده كلمة حلوة يا لبيك. اهلا فيكي هدى، يعطيكي الف عافيه، كل سنه وانت طيبه وانت بألف خير يا رب. يا هلا، اهلا وسهلا فيكي، اتفضلي استريحي. نورتينا يا هدى، كل سنه طيبه. انت اللي دايما منور. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كل سنه وانت طيب. نورتينا النهارده في راس السنه. ان شاء الله سنه سعيده عليك يا رب. بتقولي له ايه؟ خد بالك انا لما ايه بقلب مفيش هزار. خلي بالك انا طبعي نار. اه، واما بقلب هو بس الكلام كده ولا بالفعل؟ بقول لك ايه، دي ماشيه مع قطع الرجاله. يعني ملائم للبرنامج الجديد قطع الرجاله. ازيك يا هدى؟ الحمد لله. كيف كانت السنه عليكي؟ والله الحمد لله، شويه كده وشويه كده. 2018 شو بتعطي عنوان عريض؟ والله ان شاء الله تكون سنه خير يا رب. لا مش اللي جايه، اللي مريت علينا. والله جميل، طالما احنا في صحه وستر مش باين. حاسه الهم واكلها. والله جميل يعني. لا احنا عندنا دفائق برضو بالسنه الجديده يعني. اكيد طالما الحمد لله عدت على خير واحنا في صحه وستر وفي وسط اهلنا، تمام الحمد لله، ده الاهم.